السعد جد جئناكم والسعد جد. فمرحبا يا أصدقاء، مرحبا يا أذكياء، انتبهوا وركزوا، فهذه دقائق ممتعة مفيدة. اليوم أعددنا لكم فزورة جديدة. هذه دقائق ممتعة مفيدة. اليوم أعددنا لكم فزورة جديدة. الشر فيها مثل ما الخير منها، تزيد كل ما جيت وأخذت منها. أحيان نكرهها ونفرح بها أحيان، يخشى على قد غدرها كل إنسان. الحر فيها مثل ما الفر فيها، لا جات في دربك أبد لا تجيها. اللي يعرف فزورتي يا عصافير يرسل إجابتها لنا دون تأخير. ماذا؟ إعادة. حسناً حسناً، هذه إعادة. الشر فيها مثل ما الخير منها، تزيد كل ما جيت وأخذت منها. أحيان نكرهها ونفرح بها أحيان، يخشى عواقب غدرها كل إنسان. الحر فيها مثل ما الفر فيها، لا جات في دربك أبد لا تجيها. اللي يعرف فزورتي يا عصافير يرسل إجابتها لنا دون تأخير. أهلا جمهورنا وكل من يشاهد الفزورة، عرفت الحل؟ والآن بإمكانك المشاركة في الإجابة على الفزورة بطريقتين. الطريقة الأولى وهي متابعة سناب قناة أطفال ومواهب وكتابة الإجابة في بوست الفزورة، علما بأن السحب سيكون يوميا في السناب. الطريقة الثانية إرسال الإجابة عبر الإيميل الموضح أمامكم، علما بأن هناك حفل لتوزيع الهدايا للفائزين في السحب، وهي عبارة عن قسائم شرائية خاصة من متجر القناة تمكنك من طلب المنتجات، والحفل سيكون أيام العيد بعون الله. تسعدنا مشاركتكم. يا أيها الأحباب، فهل عرفتم حلها؟ هيا ارسلوا الجواب، هيا ارسلوا الجواب، هيا ارسلوا جواب.